اولا جسلام بمكران جماعه تنميرت الاخ مصطفى نعرض جنك حضانة تفل التغطية الوقفة الاحتجاجية احدا قنهارة هي كوقفة تنديدية نقذيس نعبى ذيس مجموعة من المطالب ادي الجنس سكينة انه ثمل الوعود الكاذبة والفترة الانتخابية يعني الوعود الكاذبة واستمدادة تقضي الفترة الانتخابية مع العلم انها وعود خاوية لا فائدة منها نحر انصبع نحر انغزع ما ربما الرئيس نخيني تتمثلا نشان تغيير معين ولو غات تغيير طفيف يدخل علينا السرور انما ما نراه الان باعيننا وما يشاهده هذا الكم الهائل من السكان ربما كم ولكنه لا فائدة منه ربما من دواره هو فساد فساد اغزران ذا عجاج تبريد الحفان جيتنا مني لا قدر ولا ستاش بدان دي المشاريع تجد نتغع عدون الانتخابات وش نسن انه غمي غع عدون الانتخابات ودي نتري والفائدة زائية مشروع نهارا من اخي جينا تفت القاعة الثانية انا اخ مجموعة من الاباء مجموعة من الاباء درارا راني ثنية مجموعة من النيوغان دي مقرن دريتا درارا والسين جمش غعبان وغاسبو التعبير ويغريشا ويكيب مدرسة ويغريشا بانه التعبير حق غير الحق العباخ المشاكل اللي تتعانيق والمشكل ان وجه نهارا هو كمشكل اساسي عفوا اشارة الاخ مصطفى اتف اني غير طلع عن فيديو يا السن ما وراء الاحتجاج او ما قبل الاحتجاج اذير ما وراء الاحتجاج وتغادي قبل الاحتجاج للمجموعة من النقاط نقطة التهديد وقعاق نهارا برمض الفق ذي المسيرة ينقى وهي نقطة يعني من اش غينيخ معروفة غير وذان السن مشتاح اقشن عاشنا ايح نغير وقت تحدث عن مخباباش عادي وذان الجهلاء غاس الفكرة اني بانه مرن السبابة وتفخ ما يميع لانه كارس قذبابة ستة سترين وانما الذي يسمح تحكم ذي يتحكم فيه هو مبدئي ومبدئي لن اتنزل عليه الا بالموت اما بالموت واما الحق انا ادافع عن حقوقي هنا ولست اتبع اي سياسة معينة لست انتمي الى اي حزب معين انما ما يدفعني كما اشرت في المداخلة ما يدفعني لاتكلم هنا هو الضمير ذلك الضمير الذي يتواجد بالداخل والذي يفتقده الكثير هنا الضمير الذي يعبر عن الحقوق الضمير الذي يعاني من هذا التهميش الضمير الذي يحركنا لأجل أن نقوم بمسيرة مثل هذه لنصرخ عاليا ولننددا لا للتهميش ولا للرشوة ولا للفساد ولكن ياها لأذان صاغية أين هي الأذان الصاغية أين هي الأذان التي تفهم هذا المقوى هذه الأقوال ولكن للأسف أو مدنخ مصطفى منجش النيخ مش الإشارة مجموعة النيوذان كادوا أن يكيدون لنا كيدا ولكن الحمد لله ونتوفق إن شاء الله تعالى لأنه صوت الحق يعلى صوت الحق سينتصر صوت الحق يعلى وذن ملتشك الأخ مصطفى وشكرا.